السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى سبيله واتبع منهجه وسار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، فنسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وعملا، إنه جواد كريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ثم أيها الإخوة، هذا هو الدرس الثاني من شرح كتاب الكبائر للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له. وقد سبق معنا في الدرس الأول أن نبهنا على مسائل عدة مهمة في باب الكبائر، وسنذكر في هذا اليوم أمرا مهما من أمور الكبائر، ثم نشرع في التعليق على مقدمة الكتاب. فأما الأمر الذي أود أن أذكره لكم والمتعلق بباب الكبائر، هو الغاية من تعلم الكبائر. ماذا يستفيد المسلم إذا عرف الكبائر؟ ما هي الثمرة المرجوة من معرفة الكبائر وأدلتها وكنهها؟ اعلم، أنار الله بصيرتك، أن لمعرفة الكبائر غايات عظيمة تتمثل في خمسة أمور. الأمر الأول التمييز بينها وبين الصغائر، مما يستوجب مراعاة اجتناب كل منهما بحسبه. فإذا عرف الإنسان الكبائر وميزها عن الصغائر راعى كل جانب بحسبه. الأمر الثاني من غايات معرفة الكبائر معرفة أكبر الكبائر عما دونها، فإن الكبائر كما سبق وأن بينا تتفاوت في درجاتها. فمن الكبائر ما يخرج عن الملة، ومنها ما يكون فسقا فقط، وأما ما عدا ذلك فإنه من الصغائر وهو العصيان. وهذا تفسير قول الله تبارك وتعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فالكفر الكبائر التي تخرج من الملة، والفسوق الكبائر التي لا تخرج عن الملة، والعصيان هي الصغائر. فإذا عرف الإنسان الكبائر استطاع أن يميز فيما بينها، فيعرف أكبر الكبائر عما دونها. الغاية الثالثة من تعلم الكبائر الحرص على اجتنابها عند معرفتها، لتيقن خطورتها وشؤم عاقبتها، إذ الوقوع في الكبائر يستلزم الفسق كما سبق وأن ذكرنا، وينفي عن العبد كمال الإيمان الواجب، كما أنه يحرم من تكفير السيئات ويمنع من المدخل الكريم. وهذا كله ثابت في الأدلة كما بينا سابقا وكما سيأتي. ومن عرف الشر أيها الإخوة اجتنبه، ولذلك يقول الشاعر: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. فإذا عرفت الكبائر حرصت على أن تجتنبها، لأنك تعرف خطورتها وشؤم عاقبتها، وتعلم أن الوقوع في الكبيرة يستلزم الفسق وينفي عنك كمال الإيمان الواجب، ويحرمك من تكفير السيئات، ويحرمك من المدخل الكريم كما سيأتي. وفي الصحيحين أن حذيفة رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فكان حذيفة رضي الله عنه يسأل عن الشر حتى لا يقع فيه،
ومن لطيف ما تعلم في هذا الباب أن تعلم أن بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى صنفوا كتباً في التوحيد لا يذكرون فيها إلا الشرك، صنفوا كتباً في التوحيد لا يذكرون فيها إلا الشرك، لأن من عرف الشرك اجتنبه ولم يبقى له إلا التوحيد الخالص. فإنك إذا عرفت الشرك اجتنبته، وهذا هو الغاية من تعلم الشرك ووسائله وسبله وما يحتف به. فإذا عرفت ذلك اجتنبته، فلم يكن لديك إلا التوحيد الخالص. الأمر الرابع من غايات تعلم الكبائر معرفة سبيل تكفيرها. فإذا ما وقع الإنسان في الكبيرة فما السبيل إلى تكفيرها؟ السبيل هو التوبة، لأن الكبائر كما سبق وأن ذكرنا لا تكفر بالأعمال الصالحة، وإنما تجب التوبة منها. الغاية الخامسة من تعلم الكبائر ومعرفتها الوسطية أمام الكبائر والصغائر بإنزال كل ذنب منزلته، مما يجعل العبد يحقق أركان العبادة القلبية الثلاثة، وهي المحبة والخوف والرجاء. فإذا تعلم المسلم الكبائر وعرف أن من الكبائر ما يخرج عن الملة، وأن منها ما يكون دون ذلك، وأن ما عدا ذلك فهو الصغائر، أنزل كل ذنب منزلته، وحقق بذلك أركان العبادة القلبية الثلاثة المحبة والخوف والرجاء. وقد سبق وأن فصلنا في هذه الأركان الثلاثة في غير هذا الموضع، ولكن عليك أن تعلم أن كل عبادة تقوم بها، بل مجمل هذه العبادات وأنت في سيرك إلى الله تبارك وتعالى، لا بد أن تحقق هذه الأركان الثلاثة المحبة والخوف والرجاء، تحب الله تبارك وتعالى وتخاف من وعيد الله تبارك وتعالى وما أعده للكفار والفاسقين، وترجو نعيم الله تبارك وتعالى وما أعده لعباده المتقين. أنت تسير إلى الله على هذه الأركان الثلاثة. فإذا ما نظرت إلى الكبائر وعرفت خطورتها، خاصة ما يخرج عن الملة أو كان فيها وعيدا صريحا، غلبت عندئذ جانب الخوف، غلبت عندئذ جانب الخوف فاجتنبتها. فإذا ما وقعت في شيء منها، فإذا ما وقعت في شيء منها نظرت إلى رحمة الله تبارك وتعالى وقبوله توبة العباد. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وإذا ما علمت أيضا أن منها ما يكون صغائر، وأن الحسنات يذهبن السيئات كما قال الله تبارك وتعالى، غلبت أيضا جانب الرجاء. هذا كله يحقق لك الاتزان والوسطية أمام هذه الذنوب، وتسير إلى الله تبارك وتعالى محققاً الخوف منه ورجاءه جل وعلا، ويحقق لك ذلك أيضاً محبة الله جل جلاله وعظم سلطانه. إذ إن الله تبارك وتعالى إذا ارتكب عبده كبيرة من كبائر الذنوب جعل له سبلاً لتكفيرها، ومن ذلك التوبة منها. والله تبارك وتعالى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. فإذا ما تبت منها ومت على ذلك فأنت تعلم أن رحمة الله تبارك وتعالى وسعت كل شيء، وأن هذا الذنب تحت مشيئة الله، ومن أكرم من الله ومن أرحم منه جل وعلا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فغلبت هذا الجانب فأحببت الله تبارك وتعالى. وإذا ما نظرت إلى هذه الذنوب والمعاصي وعلمت أن الله تبارك وتعالى لرحمته بعباده جعل جزاء السيئة سيئة فقط، أحببت الله تبارك وتعالى، بخلاف الحسنات فإنها تضاعف إلى 10 أضعاف، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. يقول الله جل وعلا: من جاء بالحسنة فله خير منها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. السيئة تجزى بسيئة، أما الحسنة فإنها تضاعف. من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها،
وهم لا يظلمون. الحسنات تتضاعف، أما السيئات فتجزى عنها بسيئة فقط، ولا تجزى عنها بأكثر من ذلك، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى بعباده. فإذا ما علمت ذلك غلبت في نفسك جانب محبة الله تبارك وتعالى، فتسير كما شبه بعض أهل العلم هذه الأركان الثلاثة بجسد الطائر، رأس الطائر المحبة وجناحاه الخوف والرجاء، تسير إلى الله تبارك وتعالى محبا له، خائفا منه ومن وعيده، راجيا له ومما أعده لعباده المتقين. هذه الغايات الخمس التي ينبغي عليك أن تعرفها لتحرص على تعلم الكبائر، فإنك إذا ما عرفت الكبائر حققت هذه الغايات واجتنبت هذه الكبائر بإذن المولى تبارك وتعالى. بعد ذلك قال المصنف رحمه الله تعالى في مقدمة هذا الكتاب: كتاب الكبائر، وقول الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، وقوله تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. روى ابن جرير عن ابن عباس قال: الكبائر كل ذنب ختمه الله بنار أو لعنة أو غضب أو عذاب. وله عنه، أي ولابن جرير الطبري في كتابه التفسير، عنه أي عن ابن عباس قال: هي إلى 700 أقرب منها إلى 7، غير أنه لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. ولعبد الرزاق عنه: هي إلى 70 أقرب منها إلى 7. لعبد الرزاق أي في المصنف، عنه أي عن ابن عباس: هي إلى 70 أقرب منها إلى 7، أي الكبائر. هذه هي مقدمة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه الكبائر، وهذه المقدمة يندرج تحتها مسائل عديدة مأخوذة من الأدلة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى هنا. فأما المسألة الأولى فهي أن الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر بدليل الآيتين: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش. وإذا كان هناك كبائر فإن هناك صغائر، والله تبارك وتعالى يقول كذلك: وكل صغير وكبير مستطر. ويقول جل وعلا: لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، دليل على أن الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر. وأما المسألة الثانية فهي أن الكبيرة على القول الراجح ما نهي عنه على وجه التغليظ كما تقدم بيانه، إما بحد دنيوي أو وعيد أخروي، خلافاً لمن حصرها بالسبع لحديث الموبقات، أو حصرها بالسبعين كما فعل الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه الكبائر، أو غير ذلك. وقيدها بالتغليظ يدل عليه أثر ابن عباس رحمه الله تعالى المذكور هنا، وهذا ما حققه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في جواب نفيس له على سؤال قدم له، وهو موجود في مجموع الفتاوى في المجلد 11 في الصفحة 650 منه. واعلم أنه لا يلزم أن يكون التغليظ في خاتمة الأدلة، لأن ابن عباس رضي الله عنه هنا قال: كل ذنب ختمه الله، ولا يلزم أن يكون التغليظ في خاتمة الأدلة، لكن هذا هو الغالب، هذا هو الغالب. لكن قد يكون في مبتدئها كما في قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا، الحديث ورواه الخمسة وصححه الترمذي، إلا أن الختم كما ذكرت لكم هو الغالب في الأدلة، ولذلك قال ابن عباس ذلك. المسألة الثالثة أن الصغائر لا يسلم منها أحد، كما تقدم وأن ذكرنا أن الأنبياء يقع منهم الصغائر لكن لا يقع منهم الكبائر، وبالتالي فإن الصغائر لا يسلم منها أحد، لا أنبياء الله المرسلين ولا عباد الله المتقين. وقد وصف الله المحسنين بقوله: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، ووصف المؤمنين بقوله: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، ولم يذكر الصغائر، ولم يذكر الصغائر لأنها تقع منهم. لكن الصغائر أيها الإخوة تكفر عنهم بإذن الله تبارك وتعالى شريطة اجتناب الكبائر، بدليل قوله تبارك وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنب الكبائر.
والحديث أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ومن اجتنب الكبائر فاز بالمدخل الكريم وهو الجنة وإن وقع في الصغائر، وإن وقع في الصغائر. يقول الله تبارك وتعالى: وندخلكم مدخلا كريما، والمدخل الكريم هو الجنة. المسألة الرابعة في هذا الباب لزوم التوبة من الكبائر، وقد سبق بيان ذلك. إذ الآية السالفة الذكر قيدت التكفير باجتناب الكبائر، لكن من وقع في الكبيرة فإنه يلزمه الاستغفار، فإذا استغفر محيت عنه الكبيرة، محيت عنه الكبيرة. ولذا قال ابن عباس رضي الله عنه: لا كبيرة مع الاستغفار، لا كبيرة مع الاستغفار. كلما وقعت في الكبيرة فاستغفرت منها وتبت إلى الله منها، فإن الله تبارك وتعالى يتوب عليك ويمحو تلك الكبيرة. وقد نقل الإجماع على أن الله تبارك وتعالى يقبل التوبة عن عباده أكثر من واحد من أهل العلم، وهذا صريح قول الله تبارك وتعالى: إن الله يقبل التوبة جميعا. المسألة الخامسة في هذا الباب الحذر من الإصرار على الصغائر، إذ ذلك يصيرها كبيرة على قول جمهور أهل العلم، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه ابن القيم: فمن أصر على صغيرة فإن ذلك يصيرها كبيرة. ولذلك يقول ابن عباس رضي الله عنه: ولا صغيرة مع الإصرار. وهذا القول هو قول الجمهور، خلافاً لمن قال من أهل العلم أن الصغيرة تبقى صغيرة وإن أصر عليها صاحبها. فقول الجمهور أن الصغيرة إذا أصر عليها صاحبها صيرها ذلك كبيرة. وهذا يؤخذ من قول الله تبارك وتعالى: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فلا يصرون لا على كبائر ولا على صغائر. لكن المسألة التي أود أن أنبهكم إليها: هل المراد من قول أهل العلم رحمهم الله تعالى وقول ابن عباس هنا أنه لا صغيرة مع الإصرار أن ذات الصغيرة تصير كبيرة، أو أن الإصرار هو الذي يكون كبيرة؟ بمعنى، هل يكون ذات الذنب الذي يفعله العبد يصير كبيرا بالنسبة لهذا الشخص، أم أن فعل الإصرار منه هو الكبيرة؟ الظاهر من قول أهل العلم ومن الأدلة الشرعية والله أعلم أن الإصرار هو الكبيرة لا ذات فعل الصغيرة، أن الإصرار هو الكبيرة لا ذات فعل الصغيرة. ويدل على ذلك أنه لا دليل من الكتاب والسنة على انتقال الصغائر إلى كبائر، لا يوجد دليل في كتاب الله تبارك وتعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يدل على انتقال ذات الصغائر فيجعلها كبائر. كما أن القول بهذا، القول بأن ذات الصغيرة تصير كبيرة، يمنع من تكفير الصغائر بالحسنات الماحية، وهذا ما يتعارض مع الآية المذكورة في هذا الباب، وهي قول الله تبارك وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. لكن عليك أن تعلم أن الصغائر لا يستهان بها، خاصة إذا ما كثرت وأصر عليها صاحبها، فالأدلة على ذلك توحي به. فعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنها كقوم نزلوا في بطن واد فجاء ذا بعود وذا بعود حتى أنضجوا خبزتهم، وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلك. والحديث أخرجه أحمد، وقال الحافظ: إسناده حسن. وكذلك أخرج أحمد من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه.
ثم قال: وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب مثلاً كمثل قوم نزلوا بأرض فلات فحضر صنيع القوم، فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود، والرجل يجيء بالعود حتى جمعوا سواداً فأججوا ناراً وأنضجوا ما قذفوا فيها. والحديث صححه أو حسنه الألباني في صحيح الجامع. وروى ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إياك ومحقرات الأعمال، أي صغائر الذنوب، فإن لها من الله طالبا. والحديث صححه الألباني في صحيح ابن ماجة. وهذا كله يدل على أن الإنسان ينبغي عليه أن يحذر من الصغائر. وصدق الشاعر حين يقول: خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واحذر واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح قلبي وقلوبكم وعملي وأعمالكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.